ومش اي استاذ اكاديمي قد يقرر. نعم لازم تمارس التعليم عده سنوات معينه حتى تتمكن انت من الماده. كي نقولوا الماده هذا خبايا كبيره خاصه الرياضيات، اي نوع متاهه الرياضيات، كي تتمكن من الخبايا نتاعها يبعثوك تقري مثلا. نتكلموا على البكالوري مش خاص، لاني استاذ دعم تاع بكالوري، يعني استاذ في الثانويه ونقري في الدعم تاع البكالوري. صحيح. لازم تمر على مرحله التصحيح، لازم تولي تصح البكالوري. الانسان اللي هزها بال نعم وهذه كل عام كل عام كل عام، وما هذه من بين النقاط. نعم. هذه الاولى ما عندكش الخبايا تاع الدعم انت. الحلول النموذجيه انا اللي مدوا عنها النقطه، انا اللي مدوا عنها نقطه، ما عندكش. صحيح. وهذه تؤثر سلبا على الطالب مباشره، هذا تاثير سلبي على الطالب. نعم. لذلك ديما ننصح الطلبه نقول لهم شوفوا واجمع، سقسي على المصدر تاعك. اذا كان استاذ صحيح اقرا عنده، شوف ما انا كان عده اساتذه. اذا كان مش استاذ، مع كل احتراماتي للزملاء اللي راهم موجودين وعندي بهم علاقه شخصيه، اسف جدا. نعم. بصح لازم نقول الحق. صحيح. سقسي الطالب قبل ما تدخل تقرا. صحيح.